جليلو على اليمين، انتشار شبيبة سليم لحتى الساعة دقيقة 89. التوزيعة العرضية كنترول، هدف جميل صراحة، هدف جميل جدا في آخر أنفاس المباراة. طبعا رغم أنه الهدف جميل، كنترول بالصدر، استدارة، وأرسل الكرة مثلما جاءت. هدف جميل بالنسبة للفريق، لكن الأجمل بعد هدف أفاتور الذي دخل بديلا، روض الكرة وسددها مثلما جاء وعادل النتيجة.